طبعا انا جاي بنقدم بقدم واجب العزاء نيابه عن نفسي ونيابه اسره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لاصدقائنا في جمهوريه روسيا الاتحاديه على هذا العمل البربري، هذا العمل اللي ان دل يدل على خساسه والعدو الذي نتعامل معاه، العدونا اللي هو الارهاب الأسود، الإرهاب الأسود اللي بتقوده تلك المنظمات المتعصبة وهذا الفكر المتعصب. وده دلوقتي إن احنا آن الأوان إن كلنا لازم نحط كل القوى العالمية المحبة للسلام لازم تحط إيديها في إيدين بعض للقضاء على هذا الإرهاب الأسود الذي النهارده بقى موجود في كل بلد. جايين بوفد من الحزب المصيري لتعزية الشعب الروسي في وفاة السفير الروسي في تركيا. احنا بنعتبر روسيا صديق للشعب العربي ودائما ما تنتصر في كل القضايا العربية والمواقف العربية المختلفة. روسيا دايما في جانب الحق العربي وفي جانب القضية العربية. احنا جايين النهاردة عشان نؤكد على إدانتنا للعملية الإرهابية ومواساتنا للشعب الروسي اللي بنعتبره بيدفع ثمن لمواقفه في دعم قضايا، في دعم الشعوب المقهورة في العالم.